نعم، الرئيس تبون أولى في إعلان ترشحه أهمية كبيرة للمواطن وللشعب الجزائري. أستاذ عمرون، ما الذي يعنيه ذلك؟ ممتاز، شوفي هذه النقطة مهمة جدا، لأنه احنا أولا دولة نوفمبرية اجتماعية، ولا طالما كرسها دستور 2020. منذ 2019 كانت كل القرارات متجهة إلى المواطن البسيط، إن على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الاقتصادي. طيلة 5 سنوات بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة اللي مر بها العالم، كل القوانين المالية لم تكن فيها أي أعباء على المواطن الجزائري، بالعكس كانت هناك إجراءات تحفيزية، إجراءات لمساعدة الفئات الهشة من المواطنين، من منحة البطالة، من رفع للأجور إلى آخره. وبالتالي أعتقد بأنه الاتجاه مباشرة إلى الشعب، لأنه السلطة من الشعب وإلى الشعب، لا يمكن أن تحكم إلا بالرضا الشعبي، وهذا اللي حرص عليه السيد رئيس الجمهورية من خلال الاتجاه مباشرة إلى الشعب الجزائري باعتباره صاحب السيادة الوطنية. ولذلك كل الزيارات اللي زارها السيد رئيس الجمهورية في كل الولايات كان يستشف ويشعر هذه الرغبة الشعبية من أجل مواصلة المسيرة، هذا الرضا الشعبي على هذا الأداء وعلى هذا الحرص على تلبية كل انشغالات المواطنين واحتياجاته، بعيدا عن المزايدات، بعيدا عن الديمغوجية، وإنما الواقعية السياسية والأفعال العملية هي التي تتكلم. لذلك وصلنا اليوم إلى رفع الأجور ل 47%، لأكثر من 47%، توزيع سكنات بالآلاف. مؤخرا في 5 جويلية كان توزيع لقرابة 250,000 سكن للمواطنين الجزائريين، وغيرها من الإنجازات التي تحققت. لذلك أنا أعتقد ربط هذا الثنائية بين صانع القرار وبين شعبه هو ردم لهوة كانت للأسف الشديد في السابق تتسع بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين. اليوم الحمد لله الهوة تقلصت كثيرا، وما زالنا عمل كبير من أجل التواصل المؤسساتي أحسن، لكن في النهاية أعتقد بأنه السيد رئيس الجمهورية لطالما كان يعتبر أن المرآة الحقيقية لحكمه هو الشعب، لذلك عاد إلى الشعب من خلال الاستجابة لمطالب فئة كبيرة من المجتمع لترشحه، وهو الآن يتقدم كمترشح مرة أخرى حر باسم كل الفعاليات المجتمعية والحية والأحزاب السياسية. انضاف إلى ذلك، وهذا مهم جدا، رصيد من الرضا الشعبي كبير يتوسع يوما بعد يوم على حكم السيد رئيس الجمهورية.